بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول أن نكمل البيزك اكزامبلز، ونبدأ الآن البيزك اكزامبلز المرتبطة بشابتر 12 وفي الفقرة 12.2 والمخصصة للأناليسز and design of one-way slabs. نبدأ إن شاء الله الآن في المثال الثاني اللي هو example 12.2-2. هنا المثال كالتالي، هو for the slab presented in figure 12.2-2 below. إذن عندنا سقف ولدينا مطالب حوله. مثل ما ناقشنا في المثال السابق، نبدأ نحاول بالبداية أن نتعلم قراءة المخططات. هنا هذا السقف بهالشكل. اللي يهمنا بالبلان فيو، شنو أهمية البلان فيو؟ البلان فيو تؤشر إنه إذا كان هنالك بيم أو هنالك مسند، يعني سواء كان بيم أو وول، على أربع جهات أو على جهتين. لو تلاحظون حضراتكم إنه فقط هنا يوجد دوتد لاين، لو تلاحظون هذا دوتد لاين فقط، هذا دوتد لاين، وعندنا دوتد لاين آخر في الوسط، وعندنا دوتد لاين آخر في الجهة الأخرى. أما من أعلى السقف ومن أسفل السقف فلا يوجد دوتد لاين مثل ما تلاحظون حضراتكم. فبالتالي نستنتج يعني الفائدة الرئيسية من البلان فيو، هذه البلان فيو الفائدة الرئيسية منها، إنه إحنا نستنتج إنه السقف مسند on two parallel sides only، مسند من جهتين متوازيتين فقط. فإذا كان مسندا من جهتين متوازيتين فقط، فمثل ما مر علينا في المحاضرة الأولى، إذا كان السقف مسند من جهتين متوازيتين فقط، فالسقف سوف يصنف one way بصرف النظر عن respective of the aspect ratio اللي هي long over short sides، نسبة long over short sides. إذن هذه المعلومة اللي راح نحصل عنها من البلان فيو. اذا فائدة البلان فيو انه راح تخبرنا، الفائدة الرئيسية انه تخبرنا هل انه السقف مسند من جهتين او مسند من اربعة جهات. اما السكشنال، فالسكشنال عادة تبين لنا تفاصيل السكشن، تبين لنا سمك السقف، تبين لنا الكلير سبان ايضا وعرض المساند. هذا قرأنا الان، قرأنا الشكل، الان نرجع الى منطوق المسألة. المطلب الأول إنه نصنف هذا السقف، classify the slab، نصنف هذا السقف into إلى one way or two way system، نصنف إلى سقف من نوع one way أو two way. بعدها نحسب الفاكتور لود that acting on the slab، نشيك the proposed thickness for deflection control requirements. إذا كان سمك السقف، العفو الإفكتيف ديبث، باعتبار هنا في المسألة ما عندنا معلومات على التسليح، فإحنا ما نقدر نحسب الإفكتيف ديبث، فهنا أعطي لنا الإفكتيف ديبث. فإذا كان الإفكتيف ديبث بمقدار 175 ملليمتر، فالمطلوب تدقيق سمك السقف لأغراض الشير، وأخيرا المطلوب حساب الاميو بوزيتيف، فقط انه مطلوب حساب الاميو بوزيتيف من دون ان نصمم او ندقق السقف. هاي المطالب. الان نبدا بالمطلب الاول الكلاسيفاي. مثل ما قلنا، بما انه السقف مسند، السلاب كلاسيفيكيشن المطلب الاول، بما انه السقف مسند من جهتين فقط، فهو يصنف على اساس انه هو وان واي سيستم بصرف النظر عن الاسبكت ريشيو. اذا سقفنا مثل ما تلاحظون حضراتكم، بما انه مسند على جهتين فقط، فراح نصنفه على اساس انه هو one way system بصرف النظر على الاسبكت ريشيو. هذا بهالشكل. الفاكتور لود مثل ما مر علينا سابقا بالمثال السابق، الفاكتور لود يتكون من جزئين، يتكون من السيلف ويت ويتكون من السوبر امبوزد. السيلف ويت هو سمك السقف، باعتبار السيلف ويت في السقوف لازم يكون
الوزن، الوزن لوحدة المساحة، يعني هو الويت، هو الويت بير يونت اريا، بير يونت اريا، وبالتالي يساوي، ممكن انه حضراتكم تثبتون او نثبت، يساوي اتش في جاما. جاما هذه هي مال كونكريت او مال رينفورست كونكريت. فسمك السقف ايش قد معطاه في المساله؟ معطاه 0.2، لازم نعوضه بالمتر، لان جاما، جاما لازم نعوضه بالمتر، لان جاما وحداتها بالمتر. في جاما، جاما اللي هي مال كونكريت اللي هي 24 كيلو نيوتن، كيلو نيوتن بير كيوبيك، كيوبيك متر، هذا السيلف ويت. نضيف له، نضيف له السوبر امبوزد، نضيف له السوبر امبوزد، هذا هو السوبر امبوزد المعطى في منطوق المسألة. شوفوا هنا قايل ان السوبر امبوزد يؤثر على السقف، هو مقداره 3.2 كيلو باسكال. زين، صار عندنا الديد لود مقداره 8. الان نطبق التو سيناريوز اوف ذا اوفرلود اكوردنج تو اي سي اي. السيناريو الاول انه الديد لود الون تو بي اوفر، السيناريو الثاني انه الديد واللايف لود بوث اوف ذيم تو بي اوفر. فاذا الديد لود الواحده تو بي اوفر فهو 1.4 في 8، اذا بوث اوف ذيم هو 1.2 في 8 او 1.6 تايمز 3. هسه whichever is larger، منو الاكبر؟ طبعا السيناريو الاول ينطينا 11.2، السيناريو الثاني ينطينا 14.4، فيطلع الكريتيكال هو 14.4. هنا بالتالي احنا بالحقيقة انجزنا التصنيف، صنفناه الى ون واي، وحسبنا ان الفاكتور لود عليه مقداره 14.4. الان نشيك سمك السقف المقترح اللي هو 200 مليمتر او 0.2 متر، نشيكه لاغراض الديفلكشن كنترول، لاغراض الديفلكشن كنترول. نروح الى الجدول، طبعا قلنا هذا عندنا جدول للاي سي اي، الجدول مال اي سي اي هذا. زين، ناتي هنا السؤال المهم، هل انه طبعا اكيد سقفنا هو مو من نوع السمبل سبورتد، هاي انتهينا من عتها. سقفنا هو مو من نوع الكانتيليفر، اكيد هاي انتهينا من عتها. بقت عندنا احتمالين، هل انه سقفنا هو من نوع الوان اند كونتينوس او من نوع البوث اند كونتينوس. هنا شويه رجاء حاولوا حضراتكم تركزون وياي. احنا هنا لو نجي الى هذه النهايه، هذه النهايه، هذه النهاية، هاي النهاية قطعا هي continuous، هاي النهاية قطعا هي continuous، يعني إذا نجي ندرسها منها بالنسبة لهذا الفضاء فهي continuous، إذا ندرسها من هالجهة فهي continuous. فوحدة من نهايات السقف مالتنا هي قطعا continuous، يعني السقف مالتنا من نجي الرسمة، من نجي الرسمة فهو قطعا من جهة من الجهات هو continuous. يعني لو نجي مثلا نحن نتعامل ويا هاي الجهة، هاي الجهة زين، وهنا مثلا نخلي لنا مسند ايديال هنج او 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 رولر، فهذا هاي الجهه كونتينوس. اذا نجي نتعامل مع هذا الفضاء، هذا الفضاء، ونخلي المسند مالتنا هنا، فالجهه الاخرى هذه، الجهه الاخرى هذه هي كونتينوس. يبقى الكلام في هذه الجهات هنا، هذه شلون راح تتصرف؟ هل تتصرف كونتينوس او تتصرف سمبلي سبورتد؟ يعني هنا الكلام، هل انه هذه النهايه هل هي قريبه من هنج؟ لو قريبه من فيكست، ونفس الشيء بالنسبه لهاي النهايه، هاي النهايه هل هي قريبه، هاي النهايه هل هي قريبه من الهنج؟ لو قريبه من 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 الفيكست. إذا صارت قريبة من الهنج فسقفنا يصير بـ one end continuous، يعني إذا كانت قريبة من الهنج فسقفنا يصير من هذه الحالة. أما إذا كانت قريبة من الفيكس فسقفنا يصير both end continuous. الآن شلون نحسمها؟ بما أنه هذه المسألة، هذا النوع من المساند مر علينا اللي هو الاسباندرال بيم، مر علينا في chapter 11 الاسباندرال بيم، وهناك ناقشنا أنه الـ ACI ينطي عزم سالب، هاي النهاية الـ ACI ينطيها عزم سالب. تتذكرون حضراتكم مش قد كان عزمها السالب؟ WL تربيع على 24 كان هيش عزمها السالب. زين، وهنا نفس الشيء أيضا، هذا spandrel beam والـ ACI ينطيها عزم سالب، يقول عزمها سالب مقدار WL
WULN تربيع على 24 فبيها عزم سالب. فبما انه ينطيها عزم سالب معناتها الاي سي اي جاي يعترف لها بكونتينيوتي معينه، كونتينيوتي معينه. اذا الاي سي اي يعتبر هذه اقرب هي طبعا مو فيكست، لكن اقرب الى الفيكست منها المن الى الهنج. ونفس الشيء في الحاله الاخرى، في الحاله الاخرى ايضا الاي سي اي يعتبر انه هاي النهايه بها كونتينيوتي، فهي اقرب من حاله الريستريند او الكونتينوس، اقرب من كونها سمبل سبورت. فبما انه صارت النهايتين من وجهه نظر الاي سي اي بهم كونتينيوتي، فاحنا القرار مالتنا راح يكون بهالاتجاه، يعني ما نعتبر السقف مالتنا من هاي الحاله، مو من هاي الحاله، نعتبر سقفنا من هذه الحاله، من هذه الحاله، يعني both end continuous. فالمينيموم ثيكنس راح يحسب بدلاله L على 28، مو يحسب ولا يحسب بدلاله L على 24، فيحسب بدلاله L على 28. فيما يخص سمك السقف، لاحظوا L في 28. إذن مرة أخرى رجاء تلاحظون حضراتكم ليش أخذنا L على 28، باعتبار إحنا اعتبرنا إنه both end continuous. وليش اعتبرنا both end continuous؟ لأن واحدة من النهايات مفروغ من إنه هي بها continuity، النهاية الداخلية مفروغ إنه هي بها continuity، النهاية الخارجية ليش اعتبرناها، النهايات الخارجية ليش اعتبرناها continuous؟ لان هي من نوع الاسباندرال بيم، والاي سي اي يعترف لهذه النهايات بان بها كونتينيوتي لان ينطيها عزم سالب، فاحنا على هالاساس اعتبرنا انه البوث اند كونتينوس. زين، هسه بقى ال ال، تتذكرون حضراتكم ناقشنا اكثر مره، قلنا فيه جدل هل هو كلير لو هو سنتر تو سنتر. كتابنا يعتبره كلير، فاحنا على اساس كتابنا المنهجي راح نمشي، فناخذه كلير. لاحظوا ان هذا الكلير مو سنتر تو سنتر، فناخذه كلير بهالشكل. فعوضنا تعويض مباشر، ف 4200 اللي هو الكلير سبان مقسوم على 28، يطلع المينيمم ثيكنس تو كنترول ديفليكشن هو 150 مليمتر. المصمم ايش قد موفر 200 مليمتر، فاذا هذا السقف مستقبلا ما راح تكون به مشاكل ديفليكشن، واحنا بذلك انهينا المطلب الثالث. المطلب الرابع انه هاي ال 200 مليمتر، نشيكها لاغراض الثيكنس، فالعفو نشيك ال 200 مليمتر لاغراض السيطره او لاغراض الكفايه لقضايا الشير، الادكوسي فور شير. بما انه الشير يعتمد، بما انه الشير مثل الفلكتشر يعتمد على ال دي مو على الاتش، فاول سؤال راح يواجهنا انه احنا لازم ننتقل من الاتش الى الدي. بما انه ما عندنا معلومات على التسليح حتى ننتقل من الاتش الى الدي، فهنا الدي مباشره معطى، قايل انه الدي اخذوا 175 مليمتر، 175 مليمتر، فمباشره فاجينا هنا حسبنا الشير. هاي الشير شلون نحسبها؟ هذا من نوع الستاتيكالي انديتيرمينيت، فهاي الشير هاي الفيو حسبناها على شابتر 11. وهناك بشابتر 11 تتذكرون ايش ناقشنا؟ قلنا الشير بكل مكان تساوي، الشير بكل مكان ثابته وتساوي نصف قيمه محصله الحمل الا في مكان واحد. تتذكروا حضراتكم وين كان؟ من كنا بوقتها تتذكرون من كان عندنا بيم، هذا مثلا كونتينوس بيم، زين، ف كونتينوس بيم مثلا بهالشكل. وبوقتها ايش ناقشنا؟ قلنا الشير في كل مكان قيمتها ثابته، وايش قد مقدارها؟ يعني الشير الاصليه اذا كان عندنا يونيفورملي ديستريبيوتد، فالشير الاصليه في كل مكان قيمتها ثابته مقدارها WULN على 2 اللي هي نصف محصله الحمل. يستثنى من ذلك مكانين، اذا تتذكرون حضراتكم هذه المكانين، هذا السكشن الاول هنا وهذا السكشن الثاني، اللي كان يسميهم الاي سي اي كان يسميهم الاكستيريور فيس او فيرست انتيريور
support, the exterior face of first anterior support, الوجه الخارجي للمسند الداخلي الأول. يقول بهذه المنطقة تركز الشير، تزيد الشير بمقدار معين، وناقشنا ليش تزيد الشير بمقدار معين، نتيجة انه وجود عزم سالب عالي. فايش قد تزيد؟ تزيد بمقدار 15%. فاذا زادت بمقدار 15% كأنما شو تصير؟ تصير 1، هاي الأصلية 0.15، هاي زيادة بمقدار 15% من متوسط الشير. متوسط الشير اللي هو الشير الأصلي في باقي المكانات اللي هو WU LN على 2. فباعتبار هاي المنطقة هي الأخطر، احنا راح نشيك على أساسها. فالفيو صارت بهالشكل، واضحة؟ إذن هاي الفيو وين؟ هذه في مكان معين، هو الإكستيريور فيس of first anterior support، اللي هو بمسألتنا وين صاير، بس من باب الربط حتى حضراتكم تربطون. هذه احنا هنا حسبنا الشير، هذا الوجه الاول للشير، هذا هو الاكستيريور فيس اوف فيرست انتيرير سبورت، وهذا الوجه الثاني للشير. هذه الوجوه تتركز فيها الشير بحيث تاخذ 15% اعلى من متوسط الشير بهالشكل. زين، فتطبيق هذا مباشر هسه للقانون بعد ما فهمت القانون. هذا ال 1.5 هذا اللي قلنا اللي يمثل الزيادة، ال WU بما انه الشير دائما تحسب بالفيس اوف سبورت فهي LN على 2، فيطلع 34.8. هذه الشير فهي كيلو نيوتن، لكن هذه مو توتال شير، هذا الشير لوحدة العرض، فنكتبها كيلو نيوتن بير متر. وقلنا هذه ممكن ان تكتب هالشكل مثل ما كثير من الكتب تكتبها بهالشكل، كيلو نيوتن بير متر. المهم لازم لو تضيفون بير متر بهالشكل او تضيفوها كتابة بير متر حتى تدللون للقارئ انه هذه مو توتال شير وانما هي الشير لوحدة العرض. الان هاي نقارنها مع تحمل السقف مرة اخرى من باب التذكرة. تحمل السقف الاصلي هذا قانونه هو الفاي في الـ VN، اللي كان إذا تتذكرون في chapter 5 كان بشكل عام نتكلم، يأتي من مصدرين، يأتي من الكونكريت والستربس. جينا بالسقوف قلنا بما أنه بالسقوف لا توجد استربس، فصار شنو؟ وصلنا لها النتيجة أنه الفاي في الـ VN هي تساوي الفاي في الـ VC. الفاي في الـ VC زين، هسه الـ VC هي شنو؟ الفاي بالله نعرفها واضحة، هي 0.75 ثابتة. ال VC ايش كانت؟ 0.17. هذا هنا اكو لمدة سواء خليته او رأسا عوضته واحد ما تفرق، ف 0.75 في هذا الفاي في 0.17 في اللمدة اللي هي واحد في الاف سب سي برايم 28 في البي، هذا البي هو الف في الدي اللي هو 175. هذا مرة اخرى البسط ايش ينطي؟ هذا البسط ينطي لحضراتكم، ينطي الشير بيا وحدات بوحدات لنيوتن، فهذا نيوتن، فراح تضطرون تقسموها على ألف حتى تحولوها بالكيلو نيوتن. طلعت الشير 116 كيلو نيوتن. هذا مو التحمل السقف كله، هذا التحمل لوحدة العرض. فحتى نقول للقارئ انه هو التحمل لوحدة العرض كتبناها بير متر، وقلنا ايضا قدرون تكتبوها حضراتكم بهالشكل، تكتبوها كيلو نيوتن بير متر، اللي هي واضح اكبر بكثير من الفيو. فاذن هذا السقف مثل ما متوقع عادة هو adequate for shear، هو كافي لأغراض الشير. فهذا انهينا المطلب هذا. الان بقى عندنا المطلب الاخير وهو قضية البوزيتيف مومنت. هنا قلنا بما انه هذا السقف بهالحاله هو من نوع الاستاتيكالي انديتيرمينيت، مو قلنا احنا من نحول السقوف الى اكوفالنت بيم، هذه الاكوفالنت بيم اللي عرضها وحده واحده قد تكون من نوع الاستاتيكالي ديتيرمينيت مثل هاي الحاله، او تكون من نوع الاستاتيكالي انديتيرمينيت مثل هذه الحاله. احنا سقفنا من نوع الاستاتيكالي انديتيرمينيت، فاذا صار من نوع الاستاتيكالي انديتيرمينيت فبالتالي المومنت والشير ما نقدر نحسبه بشكل مباشر، وراح نكون مضطرين الى الرجوع الى chapter 11 حتى نستخدم الـ ACI coefficient method لحساب العزوم. فنرجع الى chapter 11. في chapter 11 تتذكرون حضراتكم كم معادلة كانت عندنا او كم شكل كان عندنا؟ كان عندنا اربع اشكال.
خلنا نبدأ من الأشكال، يعني من الشكل الرابع نبدأ من الأسفل. الشكل الرابع كان يستخدم فقط للبيمز، فقط للبيمز زين. وش وقت يستخدم؟ يستخدم إذا كانت الاستفنس مال كولومز أكبر من الاستفنس مال بيمز بثمان مرات. فبما أنه هذا الشكل الرابع للبيمز فقط فما راح نشتغل به. عندنا شكل اللي هو كان الثالث، يستخدم للسلاف فقط بشرط انه فضائها لا يزيد عن 3 امتار، واحنا فضائنا يزيد عن 3 امتار فبعد ما نقدر نستخدمه. فش بقى عندنا شكلين. الشكلين ذني عامات، بمعنى انه ممكن يستخدم للوان واي سلاب وممكن يستخدم المن للبيمز. الشكلين شنو الفرق بيناتهم؟ واحد للتو سبانز للفضائين، والثاني للمور ذان تو سبانز. فاحنا حالتنا تو سبانز، فجبنا الشكل الخاص بحالتنا تو سبانز. الان احنا سؤالنا العزم مالتنا، نريد العزم البوزيتيف. العزم البوزيتيف المشكله شنو؟ قد يكون 1/11 او قد يكون 1/14. شلون نعرف؟ معناته لازم نبدا منه. احنا حالتنا شنو؟ حالتنا حالة سباندرال بيم، يعني السقف مالتنا وضعيته بهالشكل من نوع السباندرال بيم. بهالشكل السقف مالتنا من نوع السباندرال بيم. بهالشكل. فسباندرال بيم الاي سي اي قد ينطل السباندرال بيم 1/24. فاحنا عرفنا احنا لازم نشتغل بهالمستوى. فاذا 1/24 معناته انه احنا لازم ناخذ العزم 1/14. فالعزم اللي احنا راح نشتغل عليه واضح لازم يكون لحضراتكم هو هذا العزم. طبعا بما انه الجهات متماثله معناته نفس الفكره، منا راح نفكر بنفس الشيء انه احنا هنا هاي النهايه ايضا سباندرل، فواحد على 24 هاي تؤدي الى انه العزم الموجب اللي احنا نشتغل عليه هو 1/14. فهالشكل 1/14. طبعا يا ال هنا باعتبار هنا الاي سي اي كوفيشنت مثلا مكتوبه بدلاله الكلير سبان، يصير قانوننا دبليو يو ال ان تربيع على 14. دبليو يو هو 14.4، الكلير سبان هو 4.2 سكوير على 14. ايضا هذا بالاصل عزم، يعني شنو؟ يعني هو كيلو نيوتن في المتر. اريد نبين للقارئ انه هو العزم لوحدة العرض، فكتبناه بير متر. ممكن تكتبوه مثل ما اغلب الكتب تكتبه، زين يكتب بهالشكل كيلو نيوتن في المتر لكل متر. وهذا هو المطلب الاخير في السؤال. ان شاء الله يكون هذا السؤال ايضا واضح، وشكرا جزيلا لحسن الاصغاء.